النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نظم مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي منتدى خاص تحت شعار آفاق الخدمات المالية تكثيف الجهود في القطاع المالي، وذلك لمناقشة مستجدات قطاع الخدمات المالية وتعزيز التبادل المعرفي. واشتمل المنتدى على عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة، حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الطبيعة المتغيرة باستمرار لمشهد المدفوعات الرقمية في اللحظة الراهنة، وتناولت الجلسة الثانية التشريعات المتعلقة بالعوائد بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا الإشرافية والتشريعية، وتطرقت إلى بيان الأثر الذي يتركه تبني التكنولوجيا على التواصل بين الجهة المشرعة وقطاع الخدمات المالية خاصة في مملكة البحرين. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. قال وزير المالية الكويتي الدكتور أنور المضاف أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 18 مليار و900 مليون دينار كويتي بانخفاض نسبته 208%. وأكد وزير المالية الكويتي أن بلاده تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية ستسهم في تغيير وجه الكويت لمواكبة التطور في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن جزيرة فيلكة سيكون لها دور رئيسي في تعزيز الجانب السياحي. أعلنت شركة أدونك للحفر الإماراتية حصولها على عقد بقيمة 2,700,000 درهم لتوفير 3 حفارات جديدة لدعم عمليات أدونك البحرية التوسعية في حقل زكوم البحري. وستقوم الشركة ببناء الحفارات الجديدة وتمكينها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة، ومن المتوقع تسليم الحفارات وبداية العمليات خلال العام 2026. وتتمتع الحفارات الجديدة التي ستقدم خدمات الحفر الممتد بقدرات متطورة تمكنها من الحركة بين الآبار بسهولة ودون الحاجة إلى التفكيك، وهي خاصية تحسن الكفاءة وتعزز السلامة وتساعد على خفض الانبعاثات إلى حد كبير. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.